في الميدان، ثورة عدلية في الميدان، شعبي شبرا مش قدان، شعبي شبرا مش قدان. يا الحافظ هز الوسط، يا الحافظ هز الوسط، حقي شبرا مش بالقسط، حقي شبرا مش بالقسط، حتى الهوى سلمتوه، حتى الهوى سلمتوه، خير شبرا خدتوه، خير شبرا خدتوه. انت قاعد فيها ليه؟ انت قاعد فيها ليه؟ سيدك راح تراعد عليه، سيدك راح واحد عليه، سيدك راح واحد عليه. كل فيه كل بيت في شهيد، كل بيت في شهيد، رافض عدلي في التجديد، رافض التجديد. دم ولادنا سال سال، دم ولادنا سال سال. انت عدلي بين امان، انت عدلي بين امان. يا هاي يا حصان. يا جماعة احنا عارفين كلنا احنا واقفين النهاردة عشان ايه؟ مش عشان عدلي حسين كمان فاسد بس، احنا واقفين النهاردة عشان مصنع ادريون مستورد اللي هو مصنع الكيماويات اللي بيسبب امراض مسلطنة اللي هتأثر بيها احنا، اولا مستورد، بعد كده بهتيف والمطرية، كلنا هنتأثر، كلنا هتم سرطان. المية بتاعت تلات اسماعيلية هتتسرطن خلال دقيقة واحدة من دخول المية، معمل بطل كيماويات ورطاها تاني لتلات اسماعيلية، المية بيحصل لها عملية تسلسل. طبعا اللي امر بانشاء هذا المصنع هو الفاسد البلدي عبد حسين، اللي هو لا يصلح محافظ، في محافظ يدير ولاد بلده، في محافظ. يا جماعه محافظ بيخاف على ولاد بلده، طبعا ساعدوه على كده اعضاء الحزب الوطني اللي كانوا موجودين، هم اللي ساعدوه على انشاء هذا المصنع، وخافوا مجموعه من المرتزقه وراحوا قدام شركه مصر البترول موافقين على انشاء هذا المصنع. ماشي، وبتوع المحليات الفاسده اللي هم الفاشله، بتوع المحليات، ولا يعز يعني لا يشرفني ان انا اقول بتوع المحليات، لان لساني انا اسف يعني في اللفظ هيتنكس لما اقول كلمه المحليات. احنا عندنا ولا علم من اعضاء المجالس المحليه في شبرا الخيمه الا ما بنطالب بمحاكمته، لان اعضاء المجالس المحليه في القليوبيه كلهم فاشله، لان اللي كانوا جايبينه اعضاء الحزب الوطني الفاشله، فما ينفعش فاشل يجيب فاشل، لان الفاشل ما بيجيبش الا الفاشل اللي زيه. فانا عايز اقول لكم ان الوقفه النهارده بتاعت عدلي حسين عشان حاجتين، عشان هو اول حاجه فاسد وخدام الست ومضيع فلوس المحافظه على مصاريف الست ايام السوزان، يا جماعه تعمل لها مدرسه بتكلفها 5 مليون دولار في اوزباكستان، اذربيجان، بلد افريقيه، يعني حتى مش هنا في مصر، ولاد مصر استفادوا منها. فاحنا كده عشان وقفتنا النهارده عشان الفساد اللي موجود في المحافظه، وعشان المجالس المحليه ورئيس الحي هتروح نسمعه، رئيس الحي ما نسطرش على الفساد، رئيس الحي احنا بنستغيث بيه، ما نسطرش على الفساد. تاني حاجه يا جماعه، الرسوم اللي فرضها عدلي حسين اللي هي على الكهرباء رفعت نفط الزباله، زائد رسوم الكهرباء، لو واحد غلبان عايز يروح يقدم على الكهرباء بيطالبوا انه يرفع 10 جنيه على النص، بيطالبوا انه يرفع 10 جنيه على النص. حد يقنعني اشوف ولا هو والاخوان ولا اي حد غير حزب الوطن الديمقراطي في الوقت اللي فات كان يقدر يعمل اي حاجه. طب ممكن تنسى الوقت اللي فات؟ انا بقى عايزه دلوقتي اعمل ايه؟ اقول لحضرتك الدكتور جمال زهران لما كان عضو مجلس الشعب حضرتك، ها كان هو الوحيد اللي واقف قدام عدلي حسين وحارب مصنع اجري يوم السرد. ماشي، ما حدش من النواب السابقين اللي قبل منه تجرأ وقعد يقول لعدلي حسين لا، بالعكس ده لما رجعوا في الدوره اللي فاتت دي اللي هم قعدوا فيها 60 يوم الاثنين النواب المنحلين، ماشي، راحوا جايين ساعدوا المحافظ ان هو ينشئ البتاع، ساعدوا المحافظ ان هو ينشئ مصنع اجري يوم. انت عارف حضرتك مصنع اجري يوم، حضرتك بتقولي ساكن في السرد، انت اول واحده كنت هتصابي بالسرطان، بالاضافه للميه في ترعه الاسماعيليه كانت هتضاف بالسرطان. انا مش عايزه اساسا المصنع ده يتنشئ. طيب هو الراجل الوحيد اللي كان واقف يا فندم، كفايه البلاوي اللي احنا بنشوفها، كفايه والي واللي عملوا فينا لحد النهارده، يعني مش هنكررها. لما يجي واحد بقى بيقف قدام بيجي لما بعد اذنك بس اخلص بس الكشف، لما يجي واحد بقى يقول لعدلي حسين لا كفايه كده يا عدلي حسين انت هتسمم اهل بلدي، يبقى احنا نقول عمل ايه؟ لا عمل ايه؟ اما يطلع واحد من ابناء بلدك كان بيمثلك في مجلس الشعب اما كان وليه منفعه. طيب يبقى احنا كده، يبقى احنا موقف الدكتور، ما تعرفيش ان عدلي حسين قدم استقالته، اترفضت. طب ممكن اسال حد يجاوبني ليه؟ اقول لحضرتك انا ليه؟ ماشي بنناشد المسؤولين وبنتكلم باسم ناس من حقها تعيش ومن حقها تتنفس، انت سايق بنقول احنا عايزين نعرف المليارات
الثروات اللي بتصب في انهار اصحاب النفوذ والسلطه والاستثمارات، وبيصبوا في نهر الفقراء امراض واوبئه. لحد امتى شبرا الخيمه هتفضل منطقه عشوائيه؟ من حقنا نعيش، فينا هنا ناس كويسه ومحترمه وكوادر، مهندسين ودكاتره ومعلمين. احنا بنقول لا للفساد وللتلوث، لا للفساد والتلوث، من حقنا نعيش ونتنفس. بتعدي اللي قدم استقالته وعايزه امشي، قالوا له لا. يا فندم اقول لحضرتك ليه؟ اقول لحضرتك ليه؟ اقول لحضرتك ليه بعد اذنك؟ عارفه ليه حضرتك سالته؟ عارفه ليه حضرتك رفضوا الاستقاله بتاعته؟ عارفه ليه رفضوا الاستقاله؟ لو سمحت، عارفه ليه حضرتك رفضوا الاستقاله بتاعته؟ لان المحافظه مليانه فساد، هيسيب لهم الفساد ويمشي؟ لا، تعالى يا سلام. هو فعلا بالظبط ماشي وعارف ان الدنيا كلها فساد، ده دورنا ان احنا نقف. هم قالوا له لا تعالى عشان الفساد ده ما حدش عايزه. انت عارفه عشان يمشي؟ عارفه عشان يمشي عمل ايه؟ رجع لك الزباله تاني، رجع لك الفلوس اللي على الزباله. أيوة. ماشي، رجع لك الكهرباء 10 جنيه على المتر. ما هو يا ايه، يا تمشوني يا اما اشغل لكم في الازرق. هو ده عدل حسين، هو ده عدل. احنا دلوقتي بنطلب من كل الناس دي، كلنا عايشين في مكان واحد. أيوة. كلنا بنتنفس فينا، بناكل زراعه وبنشرب من ميتها. أيوة. بنقول يا جماعه ايد على ايد، القوه العدديه هتجعلنا شريك اصيل ضد اي فساد. ايد لوحدها مش هتسقف. انا ما قلتش ده، لازم نبقى مع بعض. انا لازم نتاخدوا قوه. احنا مش بنتكلم باسم احزاب ولا سين وصاد وحاجات فئويه، بنتكلم باسم ناس عاليه. جماهير في شبرا الخيمه. حضرتك غايبه. ما هو اول واحد كان بيحاسبه. انت تعرفي ان هو لفق له تهمه بسرقه لاخوه، بسرقه اراضي، لفق له تهمه راح يدي البيت اخوه. ها، انت حضرتك عندك علم بكده؟ طب ليه؟ هل الدكتور جمال كان طالب مصلحه شخصيه من عدل حسين؟ استحاله. غيره عشان سكتنا. طيب انت حضرتك بتكتفنا. ما انت حضرتك بتعتبر على الدكتور جمال بتقول بتاع شعارات مش بتاع شعارات. يا جماعه بعلن الموضوع، الموضوع ده علني وانا مسؤوله عنه. احنا وقفنا من يعني من يومين كده، رحنا كان في وقفه هنا احتجاجيه، كان عددنا قليل. اللي كان ماسكها استاذ محمد عبد الله اللي هو الحمله الشعبيه لمناهضه الفساد في شبرا الخيمه. احنا جالنا تهديد رسمي من ناس مجهوله الهويه، وانا واحده من الناس. واحد جه وامشي عشان انت ست وما تتدخليش وما تعمليش. والاستاذ سيد حامد مهندس معانا في ائتلاف الثوره في شبرا الخيمه، وناس موجوده تشهد الكلام ده. وهددوا محمد عبد الله ده رسمي ان هم هيموتوه، والراجل صمد واستمر وما همهوش اي حاجه ووقف. طب اقول لحضرتك حاجه، محمد عبد الله ده كان ابن المحافظ، وانا بقول الكلام ده بقى وانا على مسؤوليه محمد البصري. ماشي، محمد عبد الله، هقول لحضرتك محمد عبد الله، محمد عبد الله اساليني، محمد عبد الله مشي معايا 5 سنين. محمد هقول لحضرتك، محمد عبد الله ابن المحافظ وراح شهد معاه في قضيه. هقول لحضرتك راح شهد معاه في قضيه ضد الدكتور جمال زهران مع المستشار عادل حسين. ماشي، ليه النهارده بنقلب على عادل حسين؟ قال لي اذا كانت بقى المصلحه اللي ما بينهم خلصت او ما تمتش يا فندم. لا لا، انا هقول لك على حاجه، ما تتكلمش بس مصلحه شخصيه. لا، انت دلوقتي انت شبراوي، احنا عايشين هنا، احنا مصريين، مالناش دعوه بقى بالدكتور جمال، مالناش دعوه باي حد. احنا بنتكلم يا جماعه، بنضم صوتنا يبقى صوت واحد تحت علم واحد تحت رايه واحده، ملوش علاقه باي اشخاص، تحت شعار نفسي اتنفس نفسي عايش. بس عايز اقول لحضرتك، هو جمال زهران ده نائب شعب جيبه هنا عن طريق مين؟ لا مش المصر، انا برد عليها في حاجه، انا برد عليها في حاجه. جه عن مين؟ جه عن طريق مين؟ يا استاذه، انا بودع لها فكره. جه عن طريق مين؟ مش عن طريقك، مش عن طريق الاستاذ. حلو، دلوقتي بقى بنعمل ايه؟ احنا انتخبناه، لقيناه فاسد مش نافع يعمل اي حاجه، يبقى بالسلامه ادينا ظهرنا واللي بعده واللي بعده لحد ما البلد دي تتعدل، لحد ما شبرا الخيمه تبقى انضف من الجيزه. كل انسان احنا لما يجي حد يساعدني عشان اشيل واحد فاسد زي عادل حسين. بص المنظر اللي قدامك هنا، انت شايف البوسطه دي شكلها ايه؟ روح شوف المسنين هناك. اسف احترادك على الدكتور جمال زهران. ايه عايز هو اعرف هو عمل ايه؟ ايه انجازاته في المحافظه؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه. انا مش، انا واحده من الناس ما اعرفش هو عمل ايه. مش عارفه ليه حضرتك، انت عارفه هو عمل ايه؟ جمال زهران يا فندم، الدكتور جمال عمل كتير. انت حضرتك غايب عن المحافظه، انت شكلك اساسا مش من المحافظه، شكلك مش من المحافظه. انت عايشه في مصر، لما انت عايشه في مصر ما سمعتيش عن اجر يوم مصر؟ ما سمعتيش مين اللي دافع؟ لا 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 لا، انا ضد. سمعت يا جماعه انتوا بتدخلوا دلوقتي حاجات فئويه، مندفع ليه؟ مندفع ليه؟ اصل بابط منه. اقول لك ايه؟ طب ثانيه واحده، انا اسمعني، نرجع كل من يسمع. يا حبيبي انا سؤال سالته، هو عمل ايه؟ انت دلوقتي بتتكلمي دلوقتي عن هو قلبه شخصيه. بص يا استاذ، بص مالناش دعوه بسين وصاد ولا استاذ ولا دكتور جمال ولا اي حد ايا كان فئته وبينشط تبع ايه. احنا بنقول احنا ناس عايشين بنتنفس هوا شبرا الخيمه، عايشين في شبرا الخيمه، مالناش دعوه بحد. احنا بندافع عن حقوقنا ومش تبع اي حد ولا تبع لاي حد. احنا بنقول يا ناس احنا عايزين نتنفس هوا نظيف، ناكل زرع نظيف، نعيش في جو نظيف. مش هينفع شبرا الخيمه مش ناقصه تجاوزات، الرصاص والكبريت والعوادم بتاع السيارات والاتربه ملت صدورنا.
صدرنا، كلنا لو عملنا اشعه صدر عندنا نفسنا مرضانين، فحرام كفايه. مالناش دعوه بقى مين اللي بيقود حمله او مين واقف ضد الفساد او مين. الناس دي مشكوره ان هي بتقف معانا وبتساند، كل واحد ليه صوته، هو صوته قصاد صوتك قصاد صوتك قصاد صوتك. في النهايه مش هنقول فلان، احنا هنقول احنا شعب رويه، احنا مصريين عايزين نعيش، محدش يتكلم باسم حد. لا اسم حد.